في المنوفيه. وخليني ارحب بالاستاذ محمد موسى نائب محافظ المنوفيه. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك استاذ محمد. بدات محافظه المنوفيه في مع اهلا رمضان ولا هتبداوا الاسبوع القادم؟ لا احنا بدانا بالفعل يا فندم، ويمكن كان استمرار من خلال توجيهات القياده السياسيه ورئاسه الوزراء بالمتابعه الدوريه لاقامه الشوادر والمعارض الخاصه بالسلع المخفضه والمدعمه لاهالينا في محافظه المنوفيه. بداتوا امتى يا فندم؟ احنا بدانا تقريبا بقالنا شهرين، يمكن عاملين حوالي 84 شادر على مستوى نطاق محافظه المنوفيه، مغطيين كل المدن تقريبا، تعاون كمان مع جمعيه الهلال الاحمر الفرع الخاص بمحافظه المنوفيه لاقامه 8 شوادر كمان لاقامه السلع المدعمه موجودة، حتى نقدر نوفر الأماكن بحيث إنها تكون موجودة في نطاق المحافظة بالكامل في كل مدنها. في كمان السيارات المتنقلة من خلال المبادرات اللي بتوديها الدولة أو من خلال بعض التنسيقات مع القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية الخاصة بيهم، نقدر نقدم سلع مخفضة سواء من الرز أو الزيت أو المكرونة أو السكر، السلع الأساسية، بالإضافة كمان في متابعة. كان النهارده كنا في جولة بسيادة المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون، وكنت برافقه للمرور على المخابز للتأكد من ضبط الوزن والجودة بتاعة القطن. كمان ويمكن في طول الوقت متابعة للمحاضر التموينية اللي بتحصل. لقيتوا في ناس، لقيتوا في بعض الأفران غير، بيكون في بعض الناس عندها نوع من أنواع، سواء بقى ده عن ناتج عن اهمال، وده مش مقبول طبعا، لانه في الاخر الدوله لما بتقدم دعم او بتقدم شيء هي مهم ليها المواطن يحس بيها، المواطن بالضبط بشكل جيد طبعا. او للاسف بعض بيروح للتلاعب في الوزن بهدف التربح او غيره، ده بيكون في مواجهه بالاجراءات القانونيه المحدده فورا، ويمكن في تعليمات على اعلى المستويات فيما يتعلق بكل السلع. أيوة. لمواجهه اي محاوله للتلاعب في الاسعار او في جوده المنتجات اللي بتقدم للمواطن. تمام. طيب لو بنتكلم على اهلا رمضان، وبنتكلم على نسبه خصم كبيره مش قليله، بجانب امان، بجانب ايضا احنا بنتكلم كلنا واحد بشكل عام، بنتكلم على الدعم اللي بتقدمه قواتنا المسلحه المصريه، بنتكلم على تخفيضات ايضا من الشعب ووزاره التموين وغيره. السؤال، هل في محافظة المنوفية في سلع مش موجودة؟ لا، الحقيقة انه في متابعة وفي تفعيل دائم للتواصل مع وزارة التموين من خلال المتابعة الدورية على كل مراكز المحافظة لتوفر السلع، سواء السلع الخاصة بالمنتجات التموينية اللي بتقدم من الدولة على البطاقات التموينية او من السلع اللي موجودة داخل المنافذ، سواء اللي احنا بنقدمها او حتى المحلات. لا بتكلم بعيدا عن التموين، هل في سلع مش موجوده؟ لا، الحقيقه انه في متابعه دوريه وفي تشديد لده، انه طول الوقت يبقى في توفر للسلع، ان السلع تكون موجوده، ان احنا نتابع توفر السلع سواء من خلال الشوادر اللي احنا موجوده فيها اللي موجوده عندنا او من خلال السوبر ماركتات او القطاع الخاص واللي بيقدمه. وكمان في متابعه شديده لاي محاوله من البعض بتخزين سلع او منع سلع لاحداث ازمه، ده بيتم التعامل معاه بشكل فوري مباشره. ولكن يعني ده كان حصل في فتره ما، لكن ده قل دلوقتي نتيجه المتابعه والتجديد وخلافه. والنهارده تقريبا ما عندناش اي مشكله في اي سلع. طيب احنا بنتكلم على المنافذ الاقل سعرا اللي بتقدم سلع باسعار مخفضه، هل هي موجوده في كل محافظه المنوفيه؟ موجوده، احنا فرصين جدا من خلال المنافذ ان احنا نكون موزعين على نطاق مدن المحافظه ومراكزها بالكامل. كل المراكز موجوده؟ كل المراكز موجوده، بالاضافه الى احنا بنتكلم عن 84 منفذ، هنتكلم محافظه المنوفيه فيها